مضى عامان على التدخل الروسي في الشمال السوري. نحن الآن في ريف حماة، خلفي الآن في هذه الصورة مدينة اللطامنة، والتي تم توسيق حوالي 1000 غارة جوية من قبل الطيران الروسي، توزعت بين الطيران الحربي والطيران المروحي، استهدفت المراكز الحيوية في هذه المنطقة، أيضا مقرات الجيش السوري الحر، استهدفت المدنيين بشكل عام، زادت الدمار في هذه المدينة. سنجري جولة داخل هذه المدينة بعد أن أعلن المجلس المحلي لمدينة اللطامنة مدينة منكوبة. بالنسبة لمدينة اللطامنة، قدمت مدينة اللطامنة الغالي والنفيس في الثورة بالفترة الماضية، وفي ظل فترة تخفيض التصعيد على المنطقة، توقف الطيران الحربي والنظام على النظام والروسي على المدينة، وبقيت مدفعية النظام تقصف المدينة من الحواجز المحيطة بها. طبعا في هذه الفترة نحن كمجلس محلي قمنا بعديد من الخدمات في مدينة اللطامنة، أبرزها تمديد خطوط الكهرباء على المدينة وإنشاء نقطة طبية في المجلس المحلي. طبعا في فترة تخفيض التصعيد اللي صار بالفترة الماضية، أغلب المدنيين الذين كانوا في النزوح بالآونة الأخيرة رجعوا إلى المدينة طبعا لحياتهم اليومية. طبعا مدينة اللطامنة مدينة زراعية بحتة، من لا يعمل لا يأكل، خاصة في هذه الظروف الصعبة الذين يعانونها. رجعت أغلب الناس فينا نقول على المدينة، عادت إلى حياتها اليومية، عادت إلى العمل الزراعي وإلى نشاطها، رغم القصف من قبل من الحواجز المحيطة بالمدفعية والصواريخ. بعد توقف، أنا عم نحكي نحن عن فترة تخفيض التصعيد اللي كان بالفترة، في الفترة الماضية من خلال 15 يوم بعد أستانا هذه السابقة، بعد أستانا 6 وعودة الطائرات بقصف هذه المدينة وقصف هؤلاء المدنيين، أدى إلى نزوح أغلب العائلات. كان ما يقارب حوالي 1200-1300 عائلة تقطن بالمدينة ومحيطة بالمزارع، حاليا لا يتجاوز العدد 600 عائلة أو 500 عائلة فينا نقول لحد يعني هذا الرقم. طبعا هؤلاء الموجودين أو حتى النازحين إلى البلدات والقرى المحيطة خوفا من القصف، بحاجة إلى 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 احتياجاتهم اليومية، بحاجة لأنه فقدوا أغلب يعني الموجود عندهم. بالنسبة لهذا الشيء وبالنسبة للقصف للأمور هاي، طبعا حكينا نحن مدينة اللطامنة مدينة دمرت تقريبا حوالي 90% منها، لذلك نحن وبناء على هالشيء اللي صار والقصف الذي طال هذه المدينة نعلنها نحن كمجلس محلي مدينة منكوبة بكل المعايير. الله أكبر. أخي الكريم، العدوان الروسي بدأ في 30/9/2015، وحتى تاريخ 30/9/2017 تم توسيق 994 غارة جوية من الطيران الروسي. تضمنت الغارات 45 غارة من الطيران بدون طيار بالقنابل الفراغي. اللي بتقولوا من غارات هو على مدينة اللطامنة، على مدينة اللطامنة حصرا طبعا دون ريف حماة الشمالي. تضمنت 45 غارة من الطيران بدون طيار بالقنابل الفراغية، 9 غارات من الطيران المروحي الروسي أيضا، 9 غارات، وتم توسيق 132 غارة بالقنابل العنقودية من الطيران الروسي، وتم توسيق 95 غارة بالقنابل الفوسفور والنابالم الحارقين والمحرمين دوليا. أيضا تم توسيق استشهاد 43 شخص من أبناء المدينة جراء الغارات الروسية، وأكثر من 80 جريح جراء هذه الغارات. طبعا الصواريخ الروتينية هي معروفة، مثلا السلاح المعتاد من الطيران الروسي، الصواريخ الروتينية، صواريخ ارتجاجية، قنابل الفوسفور، قنابل النابالم، العنقودة، طبعا هاي الأنواع. في البداية عندما بدأ العدوان الروسي، كان بدأ العدوان على استهداف مقرات الجيش الحر، شيئا فشيئا تحول نحو الأبنية السكنية ومنازل المدنيين، ثم حتى انتقل حتى إلى الأراضي الزراعية وملاحقة العمال والمزارعين في أراضيهم، وشهدت الأراضي الزراعية مقتل كثير أو استشهاد كثير من المزارعين أثناء عملهم في الأراضي الزراعية جراء الغارات الروسية. أخي اللطامني، نسبة الدمار فيها حاليا ما لا يقل عن 85% من نسبة الدمار الكامل، ولا يوجد في بيت أو منزل في اللطامنة إلا طالته شظايا أو نسب من الهدم.
البنية التحتية الطامنة خالية من البنية التحتية أو بنية تحتية مدمرة بشكل كامل في مدينة الطامنة اليوم. المدارس مدمرة، المنشآت المدنية. أخي، بعد تدخل الطيران الروسي الحربي منذ عامين تماما، قام بقصف ما يقارب 75% من المراكز الحيوية الموجودة في مدينة اللطامنة والمنطقة الموجودة في المحرر. تم استهداف النقاط الطبية، المراكز الحيوية مثل الدفاع المدني، استهداف البنية التحتية كالمدارس والنقاط الطبية من مستوصفات وغيره من النقاط الطبية. أخي، نحن كمراكز دفاع مدني في القطاع الشمالي لريف حماة تم استهداف عدة مراكز. استهدف مركز في مدينة كفرزيتي، راح 8 شهداء، 2 تابعين لمركز اللطامني و6 تابعين لمركز كفرزيتي. أما بالنسبة للآليات، كان دمار يعني 90% من الآليات مدمرة تدمير كامل. في مدينة اللطامنة المركز تعرض لعدة غارات، النغل، بوبكات خرج عن الخدمة، لم يتبقى لدينا سوى آلية واحدة للإسعاف نستخدمها لإسعاف المدنيين والجرحى. الوضع الإنساني لمدينة اللطامنة مأساوي، ومعاناة أهلها في الحقيقة تفوق الوصف. مدينة مدمرة أعلنها المجلس المحلي مدينة منكوبة. في الحقيقة يعني أهلها، نستطيع القول نتيجة هذا القصف في الآونة الأخيرة التي شنه العدوان الروسي على معظم المناطق المحررة، ولربما كان لهذه المدينة الحظ الأوفر من بطش هذا العدوان، دفع أهلها بالنزوح عنها إلى مناطق أكثر أمنا وما أقلها في هذه الأيام. وبعض العائلات بقت في هذه المدينة، ربما تعذر عليهم النزوح، ربما لا يملكون مقومات النزوح، ربما حبا في هذه الأرض وتشبثا بها، ولكن معاناتهم في الحقيقة في ازدياد بسبب تدمير كل شيء في هذه المدينة بفعل طيران العدوان الروسي. ولكن من الجدير بالذكر أن مدينة اللطامنة مدينة زراعية، أهلها يعتمد على الزراعة، وتعتبر الزراعة هي العمود الفقري لاقتصاد هذه المدينة. ولكن طيران العدوان الروسي دمر في الحقيقة كل المصالح الزراعية، وأصبحت الأراضي الزراعية هي حقلا للرمي لحواجز وميليشيات النظام، حيث تستهدفها بشكل دائم بالقذائف الصاروخية والمدفعية و57 والرشاشات الثقيلة. أول أمس كان هناك شهيدة و4 جرحى من النساء كانوا يعملون في حقلهم. إذن المعاناة كبيرة، وخصوصا نحن على أبواب فصل الشتاء، يعني المنازل مدمرة. طبعا فصل الشتاء فصل يعني يحتاج الناس الى منازل، يعني تكون الناس في منازلها سواء كانوا في داخل المدينه او الذين هم على اطرافها، وكذلك الذين نزحوا منها ليسوا افضل حالا من الذين بقوا فيها، يعني النازحين منها والعالقين فيها على حد سواء معاناتهم انسانيه، تزامنا مع الغيبوبه التامه التي تمر بها المنظمات الانسانيه والاغاثيه، وكذلك السبات العميق الذي يمر به الضمير العالمي حيال ما حل في هذه المدينه. إذا معاناة أهلها كبيرة جدا بعد أن دمر فيها كل شيء بفعل طيران العدوان الروسي، شبكات المياه، شبكات الكهرباء، المستوصفات، مراكز الإسعاف، مراكز الدفاع المدني، كل شيء تقريبا خرج عن الخدمة. وما نستطيع القول ما يملكه أهالي هذه المدينة دمر، وما يدخرونه نفذ بسبب طول هذه الأزمة واستمرار القصف المدفعي والصاروخي عليها. ربما القصف الجوي لطيران العدوان الروسي وطيران النظام توقف خلال اليومين الماضيين، ولكن يبقى القصف المدفعي والصاروخي لحواجز النظام متواصل على هذه المدينة، وتبقى معاناة أهالي المدينة في ازدياد.